يلا البداية وياك يا مجتبى. نعم. ونروح للسؤال الأول ضمن الجولة الثانية. السؤال الأول يقول: شاعر قال له الفرزدق عندما حكمه في شعره أو حكمه في شعره: يا ابن أخي أذع ثم أذع، فأنت والله أشعر من مضى وأشعر من بقي، فمن هو؟ السيد الحميري أم كشاجم أم الكميت بن زيد الأسدي؟ 30 ثانية عندك يا مجتبى، فقط 30 ثانية. هنا لازم تسترجع ذاكرتك الأدبية، أدري بيك تاريخ وجوز التاريخ يوديك إلى هيك إجابات، ما أعرف، عسى ولعل. أقول أن السيد الإجابة الأولى السيد الحميري. السيد الحميري، تأكد يا مجتبى. نعم. 30 ثانية خلاص. تمام. نقطع التوقيت. تمام. نقطع التوقيت كنترول، ويقول نثبت على الإجابة الأولى اللي هي السيد الحميري. إجابة للأسف خطأ يا مجتبى، الإجابة الصحيحة هي الكميت بن زيد الأسدي. تمام. العوض قادم إن شاء الله. تمام.